حمدي حاله حب من جماهير النادي الاهلي وثقه في حمدي فتحي، انت مقل دايما في الظهور سواء في يعني في وسائل الاعلام المقروءه او المسموعه، جماهير النادي الاهلي بتثق في حمدي فتحي. حمدي فتحي في اي وقت مهما يغيب بيرجع الملعب باي طريقه، واحد من اللعيبه اللي مفيش غنى عنه النهارده في ارض الملعب. والله بص هقول مبروك لجمهور النادي الاهلي الفوز الكبير النهارده على نادي الزمالك، فوز مهم طبعا، وانا طبعا انا بشكرهم على طول في ظهري يعني بيدعموني بشكل كبير، وبتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع الدوري تاني لبيته النادي الاهلي، وزي السنتين اللي فاتوا ان شاء الله البطولات كلها تكون موجوده في النادي الاهلي. وهي في الاول وفي الاخر هي مباراه برده بثلاث نقاط، وعندنا لسه الدوري طويل، فاحنا لازم برضو نركز عشان احنا يعني هربت مننا شويه السنه اللي فاتت، عشان انت عارف يعني احنا كنا مقصرين شويه في الاخر او كنا برضو ايه يعني كنا تعبانين شويه، بس في الاول وفي الاخر كنا مقصرين يعني. فاحنا السنه دي مركزين من اول ماتش وبدايه موسم، وان شاء الله باذن الله يعني الدوري يرجع بيته تاني، ونركز ان شاء الله اكتر في افريقيا وناخد الثالثه باذن الله على التوالي باذن الله. انك تلعب بطريقه 3 4 3 محتاج نوعيه حمدي فتحي، شايف يعني تاقلمك مع الطريقه دي ازاي؟ وحمدي فتحي بيبقى بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني او اي مدير فني في الامر ده هو رقم واحد. بص انت تعرف النادي الاهلي، النادي الاهلي لو احتاجك في اي مركز لازم تبقى موجود ولازم تبقى مركز لو بتلعب فين يعني. بس فبشكر الكوتش طبعا والجهاز الفني، هو اللي يعني كان دعم ليا الفتره اللي فاتت ان احنا نلعب بالطريقه ديت، وعلى طول بيتكلم معايا وبيتكلم معانا كلنا، ونحسن ان شاء الله يعني نحسن الفتره اللي جايه وربنا يكرمنا يعني باذن الله. حمدي فتحي ازاي شايف حب جماهير النادي الاهلي لحمدي فتحي؟ والله العظيم انا يعني انا اقول لك ان انا بحبهم جدا وبشكرهم طبعا على من اول يوم دخلت في النادي ولما اتصبت، وعلى طول بيدعموني وانا بحبهم جدا، وانت عارف ان انا مش ما بعبرش ده يعني كتير، ان انا ما بيظهرش ولا لا، انا ما بحبش اظهر كتير، ومركز ان شاء الله في النادي الاهلي في الملعب، وربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. النهارده حمدي فتحي عايز تهدي الفوز لمين؟ واكيد شريكه حياتك يعني، وتالق كبير جدا بعد الزواج بنبارك لك طبعا، ويعني استمرار التالق باذن الله يا كابتن حمدي. ان شاء الله بشكرها طبعا وبهدي لها الفوز ده النهارده، هي وامي وابويا واهلي كلهم يعني، هي اكتر واحده برضو الفتره اللي فاتت كانت دعم ليا، عشان انت عارف ان انا يعني فتره كده ان انا مستوى نزل شويه، فالحمد لله ان انا رجعت مستواي، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه اكون احسن يعني باذن الله. عايز اروح لايمن اشرف، عايز تقول لي لايمن اشرف ايه؟ والله اقول له ركز شويه عشان انت ايه تعبتني في الملعب. لا والله من اكتر اللعيبه الرجاله في النادي الاهلي، وانا يعني انا بحب ايمن لما بشوفه جنبي وبشوف روحه في الملعب، لا بتديني دافع كبير ان انا لا لازم ابقى بص مش 100% زي ايمن، لا لازم ابقى 200%، وربنا يكرمنا. بيقول لك اضغط كتير؟ لا لا، هو بنتكلم بس في الكوره صراحه. ماتش 6-1 فاكره وعشته وكان عندك كام سنه ساعتها؟ لا كنت صغير جدا لسه يعني، كنت صغير جدا، بس انا انت عارف ان انا كنت اهلاوي فكنت فرحان جدا، والحمد لله الحمد لله على المكسب النهارده. شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح. كابتن بلال،